كل الورى في هرجهم أموات وسدى ضجيج الخلق والأصوات ما لم يكن ذكر النبي وآله غاية الكلام فذكرهم بركات فإذا جلست بمجلس ما فيه من ذكر لهم تزهو به الكلمات فاسلك بأطراف الحديث حديثهم أولى فذرهم إنهم أموات وابقى على طول الحياة مصليا فعلى النبي وآله صلوات. إذا فكرت في قول بليغ وأعوز قلبك المعنى الجميل فدع طول الكلام إلى قليل فليس من البلاغة ما يطول وأروع ما يكون من المعاني كثير صاغه لفظ قليل فخذ فضل الكلام بذكر طه طه فذكر سواه يا صاحي فضول وخير الذكر خير الذكر طران إذا صليت إن ذكر الرسول مأثور الخبر جد الرواية حبيبي واستمع فحوى الرسالة شو تقول بيوم الله خلق حواء لآدم وأنس بيها بمحياها وجلاله سأل ربه يا ربي إيش هالخلق هاللي أنست بيه وصار أحلى من الجنة وصاله إجاه الندى يا آدم تراهي هذه نعمة من رب الجلال إذا تريد القرب تخطبها مني وتمهرها مهر ماكو مثال شنو المهر؟ مهر حوى يا آدم ثلاث مرات تصلي على النبي محمد وآله
السلام عليك مولاي يا أبا محمد يا حسن بن علي العسكري، في يوم ولادتك، في يوم نورك، في يوم إطلالتك. السلام عليك يا بقية الله في أرضه، في لحظة سرورك. السلام عليكم أحباب الله، السلام على نويدرات العنفوان، عنفوان الإيمان، عنفوان العزة، عنفوان الصبر، عنفوان الصمود والبطولة. بارك الله أيامكم آبائي أحبتي إخواني جميعا، وجعل الله هذه الأيام ممهدة لأيام النصر وأيام الفرج إن شاء الله. صل على محمد واللي يصلي يسعد، صل على محمد واللي يصلي يسعد، خير العمل به الأمل إنك تصلي على محمد، آه إنك تصلي صلي على محمد واللي يصلي يسعد، صلي واللي يصلي يسعد، خير العمل به الأمل إنك تصلي، آه إنك تصلي. الصلاة على النبي وعلى بداية كل طموح، من تصلي تلقى وجه الدنيا في وجهك سموح، والدواء ما يلزمك لو بس تصلي على الجروح، والأمل لو ميت ردي الصلاة بجسم روح. الصلاة على النبي سر الحياة، والحياة الطيبة ترويها الصلاة، ابدأ اليوم بأعز واروع كلام. الصلاة على محمد وعلى آله، آه ابدأ اليوم بأعز واروع كلام. صلاة على وعلى آه واقضي مشوارك وحظك للأمام. صلاة على وعلى خلها تضوي في البداية وفي الختام. الصلاة بارك الله محسوبة لك عبادة وتضمن لك السعادة، محسوبة لك عبادة وتضمن لك السعادة، من تنفعل أجمل فعل إنك تصلي على إنك تصلي صلي صلي على محمد واللي يصلي يسعد، صلي على اللي مو محتاج ما يصلي الليلها، خير العمل به الأمل إنك تصلي إنك تصلي
انت صل على النبي وتتيسر بلحظة الأمور، من تصل بقلبك تحس بالفرج ينبت زهور، بالصلاة العالم بكبره لآمالك يدور، جرب اللهم صلي وصفي شلون الشعور، جرب اللهم صلي وصفي شلون الشعور، من تصلي والله تشعر بارتياح، لو في قمة حزنك يتفيض انشراح، شلي خلاك بحياتك ما تخيب الصلاة على وعلى آل محاش، اللي خلاك بحياتك ما تخيب وعلى آش، اللي يجعل كل محب يلقى الحبيب. الله يفك أسرانا، إيش اللي يجعل كل محب يلقى الحبيب؟ يا الله آش، اللي خلى إحساسك ونبضك رهيب، الصلاة يا طالب أمنياتك أحلامك بصلاتك، يا طالب أمنياتك أحلامك بصلاتك، بين البشر كل الفخر إنك تصلي. إنك تصلي، صلي على محمد واللي يصلي يسعد، صلي على خير العمل به الأمل إنك تصلي، صل على المختار وآله ورزقك من الله يزيد، صل على المختار وآله والتعب يرحل بعيد، صل على المختار وآله وصبرك يفتش الحديد، صل على المختار وآله وتلتقي بكل من تريد، بالصلاة تتحقق أكبر مستحيل، خل يقينك بالصلاة ولا تميل، من تحس بالضيق لو بالغربة قول الصلاة على محمد وعلى، من تحس بالضيقة والغربة تقول الصلاة على محمد وعلى، واللي يجعل صبرك على الهم يطول، وين صلي واللي يرجع كل قمر بعد الأفول، يا الله يرجع كل حبايبنا، صلي ولا تحاجج وتأمل النتائج، صلي ولا تحاجج وتأمل النتائج، رزقك مهم بس الأهم، رزقك مهم بس الأهم إنك تصلي.
محمد واللي يصلي يسعد. صلي على خير العمل به الأمل إنك تصلي مثل عيسى علي تكلم بالقماط مثل عيسى علي تكلم بالقماط أول ما نطق سوى سموا تشهد وحتى الكعبة من وصلنا حدار مو بس انتهى وحتى الكعبة من وصلها حدار ضجت بالصلاة على محمد أتدري لما اتخذ الإله خليلا وبذاك توجه بتاج وصال لما رآه يطيل في خلواته أجر الصلاة على النبي وآله نختم في دقائق نعرج على سامراء منو شاف القبة الجديدة منو زار وصل شاف الضريح رحها فقد لاحت لديك المعاهد وعما قليل للديار تشاهد وتلك القباب الشامخات ترفعت ولا حد على بعد لديك المشاهد وقد لاحت الأعلام على من لهم حديث المعالي قد رواه مجاهد حثثنا إليها العيسى قد شفنا النوى وقد أخذت منا السرى والفدافد نأم بها دار العلا سر من رأى ديار لآل الله فيها مراقد يا ابن الحسن مبارك يا ابن الحسن مبارك يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا شبل الإمام العسكري وين يا مولاي هالليلة أراضيك عقدنا المحفل وما جيت مولاي تعالي نريد كلنا نبارك عليك يا ابن عمه وتبارك يا ابن الحسن يا ابن الحسن
ارفع ايدك سلم على الامام. يا ابن الحسن مبارك، بارك الله فيك، ادخل الفرح على قلب امامك. يا ابن رتبنا المكان وجيبنا الشموع وجات الناس باللهفة تناغيك، وهم جبنا ورود وكم مشموع ولا ندري متى توصل معاليك، ولا ندري متى نوصل معالي. حفلنا بانتظارك يا ابن الحسن حكي، حفلنا بانتظارك يا ابن الحسن، يا ابن الحسن، يا ابن الحسن، يا ابن الحسن. يمكن عمي العيون 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 لو الذنوب منعتنا نلاقي، حضرت بغير مجلس خبرنا ونجي نلتم حوالي. صحي ويانا تشارك يا ابن الحسن ايدك، صحي ويانا تشارك، خلي يسمعك امامك. يا ابن الحسن مبارك، يا ابن الحسن بس صمتك يا غالي محير الناس، واذهل حتى يا الغالي اعاديك، اذا زعلان علمنا يا مولاي، اذا زعلان علمنا يا مولاي، شنو نسوي يا الغالي ونراضيك، شنو نسوي يا الغالي ونراضيك، وقوف احنا على دارك يا ابن الحسن، وقوف احنا على دارك يا ابن الحسن مبارك، يا ابن الحسن مبارك. الخلوق اذا قلبك ويا امامك خلصنا، إذا خرجت وفزت بأن تنظر نظرة إلى إمامك وأن تحصل نظرة من محبوبك، هذا أكبر فوز هذه الليلة. خاطب إمامك بقلبك قل الخلق مولاي هالليلة يهنوك، وشيعتكم بهالليلة معيدين ثياب البيض والحنة على الراح، قلوب الناس عو تدري الطيبين، وظن مولاي كل من خالع سواد على رغم الحزن ومسامر البيض، داست جراح ومصايب وجد لك يا ابن الكريمة ليلة المولد عظيمة، نست الأمة عظيمة.
يا ابن الحسن مبارك. ويلي غامرنا بوجودك الله او كرم ما اخذ من جدودك اقوم واستقبل الشيعه جايه تجدد عهودك يا رب تنصر مهدينا يا رب تنصر يا رب تنصر مهدينا يا رب تنصر مهدينا وما ادري بيا كتر مولاي نلقاك ويا بقعة تضمك وين لو وين بسامرة ترد قوم الدواعش وتدير العين برض العسكريين نبارك لك بميلاد الأب اليوم وعسى الله يعوده سنين وسنين وخاطري أنظر جمالك الله خاطري أنظر جمالك إيه والله توحشني خصالك بسمة منك تجلي همي بسمة منك تجلي همي والله توحشني خصالك مهدينا مهدينا عجل والينا مهدينا عجل مهدينا عجل والينا